وكلام محترم جدا، والروح الحلوه في البطوله دي هي دي اللي سائده، وهي دي اللي كان موجود، اللي كان باين جدا بعد بعد الماتش طبعا الماتش اللعيبه كلها مع لا بعض تسلموا مع بعض والكلام ده كده، فطبعا دي حاجه جميله، وطبعا يعني دي اضافه للبطوله حلوه جدا. لكن خلينا بقى ايه نتكلم ان دي كمان فرصه كبيره جدا انك انت هتشاهد قوه فرقتين او ثلاث فرق موجودين عندك هيشاركوا في تصفيات كاس العالم اللي هي تونس والجزائر والمغرب. فالمغرب دلوقتي عندها ماتش مع الجزائر، فايا كان من ماتش قوي القوتين جدا هيبقى فكره. ما صححوا لي جواب فعلا، مصر قابلت الكويت والاردن مجموعات، سوريا بالظبط بعد كده في الادوار بعد كده، سوريا والنهائي كان سوريا السعوديه، سوريا وبعد سوريا كده بعد كده السعوديه. السعوديه. طب لو اتكلمنا على فكره ان في منتخبات ما جاتش بالمنتخب الاول زي السعوديه مثلا، فهل ده يعني في ده البطوله دي بص ده فكر تاني خالص. هم يعني رايحين البطوله علشان عايزين يعملوا تيم جديد، هم شايفين ان دي اكبر فرصه للمنتخب السعودي ان هو يحتك مع فرق قويه شمال افريقيا زي مصر والجزائر وتونس والمغرب. دي بس لو كنا جم بالمنتخب الاول اكيد هيكون برضه في ما احتكاك هو قوي هم جدا. هم يعني برضو لما نيجي نفكر لما اجي النهارده اخش ستيب باي ستيب، انا كمدرب فني بعمل منتخب قوي لمنتخب السعوديه في الفترات القادمه، فهو بيفكروا بسيستم. هو بعت الفريق اللي هو يقدر يجهز ان هو في خلال سنه او سنتين يبقى موجود مع كاس العالم، يعني مع نهائيات كاس العالم، يقدر يضم من اللعيبه الصغيرين دول افضل لعيبه شاركوا في مباريات مهمه جدا ليها قوه وليها اداء وبيكتسبوا حاجات كتير جدا. فده هو بالنسبه لي ده ممكن يكون الفكر. هو المنتخب السعودي ممكن عايز اضافات، ممكن يكون عنده مجموعه لعيبه، ممكن يعني انا مش بنتوقع. ملم بيهم، بس اللي بتوقعه كده ان هو لان عشان يبعت فريق زي ده بالسن ده والكلام ده كله ناس يبقى اصغر من فريق، يبقى الاولمبيك هو كمان. عايز يجهز حاجه لقدام مش عايز الفتره دي. هل ده اثر على البطوله؟ لا بالعكس، المباراه كان يعني الفريق السعودي لعب مباريات كويسه على قد امكانياتهم وخبراتهم المعقوله، وخصوصا انك انت النهارده لما بيشاركوا مع فرق درجه اولى وفرق تقيله طبعا بيبقى في توازنات اعلى شويه، يعني تلاقي الفريق التاني بيبقى عنده أقوى. اريحيه اكتر او اقوى اكتر، التاني بيلعب بنوع من انواع يعني لما تيجي تبص في المباراه الاخرانيه لما السعوديه حصل ابتدوا اللعيبه تخرج وابتدوا يلعبوا بقوه ودشانه، يعني ابتدى يبقى دشن ما بقاش يلعب بقوه فقط، لا بياخد وبياخد الرجل معاه، يعني تبص على اللعيبه. فدي نوع من انواع اللي المفروض ان هم لو اللعيبه دي فعلا عايزه تتميز الحاجات العصبيه اللي هم طرد من عندهم حد في الملعب يعني حتى كمان، فده خروجهم عن الملعب المفروض ان هم يعرفوا ان هم جايين يعملوا استفاده فنيه وليس منافسه على البطوله.